ايه رايك حضرتك في زياده غرامه البيان الجانبي في المترو؟ والله يعني انا شايف اللي هو قرار يعني المفروض من ناحيتين، يعني من ناحيه الحكومه من ناحيه البياعين المفروض ياخدوا قرار اللي هم يوفروا للناس ديت اماكن للبيع والشراء والكلام دوت، عشان طبعا ما ينفعش في مواصله عامه بيعملوا زحمه والكلام ده يعني كتير. يعني انا شايف ان ليها جزء ممكن يكون ايجابي، ان هو بيمنع بس موضوع البيع الجالين اللي بيتحركوا كتير جوه المترو، تهديد مثلا بان ممكن حاجه تتسرق من حد او بيعملوا اعاقه للمداخل والمخارج الناس اللي بتطلع. بس برضو يعني ممكن يكون القرار فيه مراعاه شويه للباعة دول، لو هم يعني لو اتمنعوا من المترو يتوفر لهم مثلا كشك معين او مكان معين يقدروا يمارسوا فيه البيع بتاعهم برضو ويبقى محكوم يعني. والله ايوه ده قرار كويس جدا اللي احنا نزود الغرامة على البيع الجالين، لان ده بيفسد المظهر الحضاري للمترو اصلا. احنا عاوزين المواصلات تكون عليه، لان المفروض دي وسيلة مواصلات سريعة وهي بتوفر الراحة للركاب اللي هم مسافرين، فلما احنا نزعج الركاب ببائع جائلين فهذا بيضر بالمظهر العام والحضاري للمترو. والله احنا لو خصص لهم اماكن كويسه كده يقعدوا فيها مثلا، حتى ما يعملوش زحمه وفي البلد، ودفعهم اي رسوم مفيش مشكله، بس هو لما يستريح كده هيريح كله، هيريح بعضه، هيريح الحكومه وهيريح نفسه وهيريح الناس اللي حواليه. المترو المفروض مكان حضاري مبصوص له من كل الناس بره وجوه، فما يصحش طبعا ان احنا نبقى متواجدين في مكان زي ده والناس تشوفنا بشكل مش كويس. انا بقترح ان هم يوفروا لهم مكان يقعدوا فيه كلهم، او يبقى مكان وسهل يكون سهل الوصول ليه للناس، الناس تعرف توصل ليهم بطريقه سهله، بدل ما هم موجودين في كل حته وعلى الارصفه زي ما انت شايف كده عند محطات المترو، فمبوظين الشكل الجمالي خالص يعني. يعني هو المفروض ان احنا نشوف حل لازمه البائعين الجايين، فكره بقى غرامه اي حل تاني، بس المفروض ان احنا نشوف لها حل يعني وخلاص، دي اهم حاجه. البائعين الجايين دول اصلا يعني هو معهوش فلوس ان هو اصلا يفتح مشروع، ده اول حاجه. فهو بدل ما يتجه مثلا لطرق غير شرعيه، فهو بيتجه ان هو بيبيع اي حاجه، مثلا اقلام، ممكن في ناس بتبيع له بسكويت حاجات كده، فان هو ليه يعني يديله غرامه؟ يعني هو يعتبر مثلا راكب، حتى لو هو يعني بيستخدم الغرض ده غرض تجاري، بس هو في الاول وفي الاخر هو لسه ستارت اب، لسه بدايه حياته، فهو ليه تفرض عليه غرامه في حاجه هو اصلا ممكن يكون الغرامه دي اكتر من ثمن البضاعه اللي معاه اصلا.